لو علمت الدار يا هاني. ما تعطيني صدى يا مخرج يا مهندس. ألا لو علمت الدار يا هاني يا هاني بمن زارها بمن زارها فرحت واستبشرت واستبشرت ثم بسج موضع القدم. ايش هذا؟ وانشدت بلسان الحال قائلة ايش قالت؟ ايش قالت؟ اهلا وسهلا باهل الجود باهل الجود والكرم يا عيني. اهلا وسهلا شرفوا نحبها بينا. اهلا وسهلا شرفوا نحبها بينا. لازم تبين انك فرحان. انا فرحان ارفع. انت طفشان. ايش اقول؟ انت طفشان. ها كيف اقولها؟ لا انت طفشان تقول اهلا وسهلا شرفوا وتطلع. الله عليك. ممكن تعين واسع. لا ايه شو الاداء ده؟ لا لا اد اداء احساس فعلا. واحد حزين واحد طفشان واحد غلبان مسكين. اهلا واسع. لا هذا وجهك ضاحك. اهلا واسع. لا ما اقنعتني. كيف قولها؟ اهلا وسهلا. اذا مشاهدي الكرام الكرام يا جماعه الخير لانني فرحان دعونا نخرج فاصل ونعود لكم نكمل المشوار.